نحن جيناهم موازرين ومنتظرين من هذه المباراة، والله العظيم أني أنا شخصيا منتظرينها من أكثر من 3 شهور، والشباب اللي عندي شاهدين منتظرين بكل حماس أنها نرفع الرأس بهذا المنتخب اللي دائما كان يرفع رأسنا. يمكن أن نقول صارت في كبوة حصان، ولكن الحصان الأسود لا زال قائم، وإن شاء الله أنه يرجع للمضمار ويكسب السباق. لعيبة المنتخب ما نبع عليهم مصاب ما شاء الله، من المباراة الأخيرة أدوا أداء يعني مثالي جدا على المنتخب أو على العناصر الموجودين، مثل ما نقول اختلف عن الفترات السابقة شوي. فالمدرب تشيلافي حسه دخل سريع إلى قلوب الشباب، فدائم الشخص أو المسؤول إذا دخل لقلوب الناس اللي تحته تلقاهم يؤدون بما عندهم وأكثر. دورنا نحن طبعا هني نساهم بكل ما نقدر عليه من موازر للمنتخب، من حماس، من مشاعر، من أحاسيس كاملة، من حتى دعوات في هذا الشهر الطيب، أن الله إن شاء الله يجمل المنتخب وهو دائما مجمل، ونكسب مباراة بكرة إن شاء الله ونفرح ونرفع عروسنا وسط الماليزيين. اليوم سعيدين بوجود المنتخب هنا في كوالا لامبور، وحقيقة يعني مؤازرة المنتخب نراه واجب وطني، ونقول أن دائما المنتخب يمضي في مسيرة وليس فقط في محطات، فإحنا في جميع مسيرات المنتخب معه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق ودائما الفوز ويرفع اسم عمان عاليا في المحافل الدولية. احنا حقيقة طبعا هنا متواجدين كطلبة عمانيين وايضا كعاملين في ماليزيا، دورنا المؤازرة المنتخب، ان شاء الله باذن الله نكون اول الحضور غدا في مباراة المنتخب، ومشجعين المنتخب باذن الله، وفي كل حالاته نقول بالتوفيق للمنتخب. حقيقة نحن أول شيء سعيدين بتواجد المنتخب في كوالالمبور، وسعيدين أكثر أن بكون نازلين المنتخب إن شاء الله، وإن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله من للكأس إن شاء الله، إن شاء الله للكأس إن شاء الله. نحن نكون موجودين ونشجع المنتخب وحاضرين إن شاء الله وندعم المنتخب بكرة إن شاء الله. مساندة المنتخب واجب، وإن شاء الله يكون النتيجة إيجابية، وبإذن الله يكون جميع الجماهير في ماليزيا العمانيين المتواجدين في ماليزيا يكونوا خلف المنتخب وفالهم الفوز بإذن الله. شوفكم مع العائلة كلهم. أي نعم، كلنا مع العائلة بكرة إن شاء الله، تشجيع عائلي بكرة بإذن الله. إن شاء الله بكرة يكون مباراة نفس المباراة الماضية، يعني يكون فوز حاسم للمنتخب نكمل هذا الفوز. المنتخب ما شاء الله كان أداء رائع المرة الماضية، وإن شاء الله بإذن الله هذه المرة يكون أداء أفضل. إحنا كمشجعين نكون خلف المنتخب دائما وأبدا، في ماليزيا إن شاء الله راح نشجعه حتى لو كان في آخر العالم، إن شاء الله مع المنتخب.